عمل جدا جميل، عمل متعوب عليه من ناحية الفرجة المسرحية، من العناصر العرض المسرحي، من ممثلين، من اكسسوارات، من ملابس، مكياج، كل العناصر العمل المسرحي متكاملة. نشد على ايتهم، نقول برافو أكاديمية الفجيرة، نقول برافو استاذ مبارك ماشي والممثلين. منخفض جاي، عمل جميل، كوميدي، ضحك، يكفي ان المستمعين فيه ممثلين وممثلات من الخليج، ويا الله شوف البقاء. اقول لكم دائما تابعوا اكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. ما تتخيلون ايش كثر نحن كنا مستانسين، بس اليوم يا اخي كان في تعطش للكوميديا، يعني شفنا الشيء صراحه للامانه من الممثلين الموجودين. طبعا انا جاي من دبي متعنيه والله العظيم، بس عسبت اليوم احضر اشجع كل اللي كانوا موجودين في المسرحيه، شيء ولا اروع من شيء. وربيعتي عهود اتمنى لك كل التوفيق، وعيدكم مبارك من اماره الفجيره، نفس ما قالوا ان الفجيره ولاده. الصراحة هالسنة فجيرة غير، دايما مش غريبة على فجيرة، فأنا دايما يعني عندي قناعة، ودايما أحس أشوف دايما إبداعات فجيرة غير. فدايما أشكركم والطاقم العمل، ونقول لكم من مزيد من التقدم والنجاح والتوفيق دايما. كل الشكر والتقدير لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. الصراحة اليوم كان عملهم من العيار الثقيل، يعني احنا مو نقول عملنا ممكن ننافس في دول الخليج، لا، الدول العربية كلها اصدمونا. كان عمل أمانة يستحق انه ينعرض في اول ايام العيد، عيد الأضحى المبارك. كل الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل، كل الشكر والتقدير بالأخص لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، لأن اليوم أبدعوا وفعلاً تعبوا وقدموا واجتهدوا، واليوم لهم بصمة في التاريخ على مسرحية المنخفض جاي. فعلا الفجيرة ولادة، لما جينا وحضرنا شفنا العمل هذا، مسرحية المنخفض جاي، من تأليف طبعا عثمان الشرطي وإخراج أخوي طبعا الأستاذ مبارك ماشي، عمل حلو، عمل كوميدي فعلا، يعني مثل ما أنت شايف المنظر هذا، الناس على الستيج وصل لقلوب الناس. كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة لإتاحتهم هذه الفرصة أني أشارك في هذا العمل المنخفض جاي، اللي كان بوابة أرجع منها إلى عالمي في الفجيرة، مو تحديدا الإمارات عامة، والتواصل مع جمهوري من جديد بعد غياب 10 سنوات. شكرا، والفجيرة إلى الأمام، والإمارات بفنها ومسرحها إلى الأمام، وإن شاء الله يصير في مسرح تجاري لا بصمة في الخليج، وإن شاء الله يا رب نكون قدها وكفينا ووفينا. شكرا لكم، شكرا. كل
كل الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لأكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة الراقية لمشاركتي لثالث مرة معاها في الأعياد. يعطيكم ألف عافية. طبعا حبيت اشكر مشاركتي انا مع اكاديميه الفجيره الجميله. اكاديميه الفجيره هاي طبعا هاي ثالث عمل انا معاهم، وانا جدا جدا فخور. ما راح يكون هذا ثالث عمل، لا لا لا، ان شاء الله راح اكون دائما 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 مع اكاديميه الفجيره. طبعا الشكر لله سبحانه وتعالى ومن ثم لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، والشكر موصول لولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. شكرا جزيلا لكم، وشكرا للمخرج على هذه الاستضافة أو على هذه المشاركة التي أتيحت لعادل سبيت. طبعا جدا سعيد بالمشاركة، وجدا سعيد بالمعاملة الراقية اللي قاعدين يعاملوها فينا، اللي قاعدين نتعامل ككنا نحن كفنانين. بطابعها، بالممثلين الموجودين المشاركين اللي هم من الكويت ومن الامارات، ما شاء الله عليهم اليوم ابدعوا. كلمه ابداع شيء بسيط بالنسبه لهم في حقهم، ككوميديا كفكاهيه كمسرحيه خفيفه من المعاني. المسرحية يعطيهم ألف 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 عافية، والله يوفقهم، وصراحة إبداع 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 إبداع. أكيد أنا سعيد، أنا أكيد سعيد جدا 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 في مشاركتي هذه السنة في أكاديمية الفجيرة وتحت قيادة الأستاذ مبارك ماشي. أنا سعيد جدا، وأتمنى إن شاء الله التجربة إن شاء الله أنها تكرر وتتكرر إن شاء الله. شكرا لكم وأحبكم جميعا. العافيه، معاكم عثمان شطي كاتب عمل المنخفض جاي. افتخر في هذه المشاركه الوطنيه اللي ما شاء الله شوف الزحمه اللي حوالينا، هذا اكبر دليل نجاح. مبسوطة أن أنا أول مرة أشتغل مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. شكر خاص لأستاذ علي الحفيتي، وشكر خاص جدا 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 لأستاذ مبارك ماشي. أنا جدا سعيدة بهذه التجربة، أول عمل لي جماهيري في إمارة الفجيرة ومع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. أيام قليلة، كنا مضغوطين، تعب، إرهاق، ننام ساعات قليلة،
ولكن بعد كل تعب نجاح. 3 ايام سولد اوت جمهور ما شاء الله، هذا دليل نجاحنا. لو ما كنا احنا ناجحين ما كان العمل بيكون بهذا المستوى. طبعا هذه كانت اول تجربه لنا في المسرح. نعم، واستأنسنا بالعمل مع اكاديميه الفجيره اكيد، وحبينا التعامل معاهم. نعم، سواء من تعليم من كل شيء وفرونا صراحه شيء. ما قصر استاذ مبارك ماجي، شكرا، علمنا من الالف لين للياء. استمتعنا في البروفات، كانت ايام حلوه وايام فيها تعب وفيها ضحك وهزار. تحياتي لكل القائمين على هذا العمل، وشكرا لكم وشرف لي المشاركة معكم. طبعا أنا بداية راح تكون شهادتي مجروحة، العمل ما شاء الله عليه رائع وأكثر من رائع، وتنقلاته جميلة وإفيهات جميلة وكل شيء في هالعمل كان يعني منسق وجميل صراحة. المسرحية يا أخواني شرار ونار، أداء جميل، أداء مميز من الفنانات والفنانين. أنا جدا سعيدة وفخورة بالعمل الجميل اللي قاعد يتقدم اليوم على خشبة مسرح الفجيرة. عمل جميل، أنا ما أقدر أقيمه إلا بحب، لأني أنا حبيت كل شيء فيه. العمل كان جميل وحلو، أنا شفت فيه اختلاف. المسرح الإماراتي قاعد يتطور اليوم، فهذا شيء جميل. المسرحية فنانة، أنا يوم أشوف شيء فنان أجي، شعره وين بكان أبو ظبي العين لازم أنا أجي، والحمد لله أنا جيت هنا الفجيرة، والحمد لله ممثلين مال الإمارات وفنانين ومخلو مجلس التعاون الخليج ويانا، الحمد لله نحن ما نبغى غير نستاند ونفرح. بأمانة أتمنى من أكاديمية الفجيرة للفنون اليوم أبدعتنا في هذا العرض الجميل، أن العرض يكون على جميع إمارات الدولة وخارج الدولة، لأن فعلا عمل يفتخر فيه. فشكرا لكم من القلب إلى الرب، شكرا لكم بحجم السماء أكاديمية الفجيرة للفنون. أنا الكلمة اللي بيقولها لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بدينا من أول عمل معي أنا، واليوم نحن نقدم عمل في هذا العيد، والثلاثة أيام هذه كان العمل سولد أوت، يعني معنى أنه نحن قاعدين نتقدم للأمام. الله يوفقكم لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وعلى رأس الأستاذ علي عبيد الحفيتي، الله يوفقكم دائما، وعسى الله يعني يوقف معاكم وتقدمون أعمال دائما هادفة، وأعمال أيضا تفيد المجتمع الإماراتي.